السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من One Hour Networking. موضوعنا اليوم يعني بتناسب مع شهر رمضان، موضوع مميز علشان يعني نطلعكم من جو الملل أو الأشياء الروتينية وجو الأفكار والمصطلحات والمفاهيم وهاي الشغلات. اليوم بدنا نحكي عن يعني العالم الواقعي. احنا اوكي بنشتغل على العالم الافتراضي اللي هو باكيت تريسر ومركب شبكاتنا وهاي، بس بالواقع الحقيقي يعني المشاكل اللي بتصير معك اكثر من كثير من المشاكل اللي يعني راح تواجهها بالسيميوليشن. بس اكيد طبعا السيميوليشن يعني مهم كثير، مش انه مش مهم، لانه بيعطيك فكره يعني عن ايش اللي راح تواجهه يعني بالحياه العمليه. اول شيء بدنا نحكي عن لوكال دومينز. ايش اللوكال دومينز؟ يعني احنا بنعرف الدوت كوم ودوت نت دوت اورج دوت ايديوكيشن اي دي يو دوت دوت جو دوت جوردن. ايش اللوكال دومينز؟ هم اشياء مش موجودة على الانترنت فعليا، غالبا بيكونوا عبارة عن يعني تقدر تقول دي ان اس بس انترنال. تقدر انت على الراوتر تبعك تعرف تخلي مثلا اذا واحد طلب جوجل دوت كوم يفتح عندك موقع على الشبكة نفسها. اشياء يعني اشياء غريبة واشياء متقدمة، بس بدك تعرفها انه الدي ان اس سيرفر كمان ممكن يكون عندك بالبيت دي ان اس سيرفر، وتوجه كل الكمبيوترات او الاجهزة عندك بالبيت لهذا الدي ان اس سيرفر، وهذا الدي ان اس سيرفر يخاطب جلوبال دي ان اس سيرفرز الموجودة على الانترنت ويطلب منها الاي بي ادريسز، يعني يعمل هو ريزولفينج لك الاي بي ادريسز اللي بتطلبها. يعني لما تطلب مثلا تويتر دوت كوم هو بروح بيشوف لك ايش تويتر دوت كوم بقدم لك اياها. يعني ما بدي احكي كثير عن هذا لانه موضوع متقدم، بس بدي احكي لك انه مثلا لو فرضا عندك راوتر بتقدر تحكي له انه مثلا فرضا حكينا هذا الراوتر هون طبعا شبكتك الداخليه وهذا الراوتر تبعك، وكان عندك هون خلينا نفرض انسى انه هذا اي اس بي، اعتبره هذا عباره عن ويب سيرفيس لك للشركه نفسها. فبتقدر تقول للدي ان اس سيرفر تعمل بايند لهذا الويب سيرفيس لاي بي ادرس اللي مثلا يشوف اللي داخل الشبكه انه على نفس السب نت. انا يعني خلص انتوا راح تشوفوا بعدين بالفيديو ايش اللي انا بقصده هاي الشغلات، بس انه مبدئيا يعني في مفاهيم كثيره للدومين او لوكال دومينز اللي هم مش موجودين على الانترنت يعني، وراح نشوفهم كمان شوي. دي اتش سي بي سيرفر بجوز هو يعني مش كثير انت بتشوفه. ليش؟ لانه اغلب الناس بشبكوا اجهزتهم بالشبكه ومباشره بشبكوا عندهم الانترنت، يعني ما عنده فكره ايش هو دي اتش سي بي او اللي هو دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول. دي اتش سي بي سيرفر مش ممكن يعني مش ضروري يكون جهاز عندك، لانه هو يعني بروتوكول بسيط جدا وبتقدر تشغله، يعني ما راح تواجه مشاكل. وهو مباشره بيعطيك الاي بي ادرس على النتورك. بس بدي احكي لك يعني هنت صغيره بدي اياك تحطها ببالك واحنا قاعدين بنحكي عن هذا الموضوع. انا عندي بالبيت 192.168.0.13، واحنا حكينا انه كل واحد على الانترنت لازم يكون له عنوان مميز عن باقي الناس على الشبكه. فانت عندك هذا الاي بي ادرس وانا عندي هذا الاي بي ادرس، وفلان عنده هذا الاي بي ادرس، ومحمد وعلي ومصطفى كلياتهم عندهم نفس الاي بي ادرس. طيب كيف يعني انا بقدر اشبك بالانترنت؟ كيف تقدر ترجع لي البيانات اذا انا وانت والكل عندهم نفس الاي بي ادرس؟ راح نحكي عن هذا الموضوع. طبعا بالنسبه للدي اتش سي بي غالبا الدي اتش سي بي بيكون على نفس يعني الراوتر اللي بيجيك من الانترنت سيرفيس بروفايدر، يعني من مزودين خدمة الانترنت. يعني انت مثلا بالاردن عندنا امنية وزين واورنج بعطوك راوتر هو بيكون عليه بالغالب الدي اتش سي بي يعني كونفيجريشن. اوبريشن تبعت الدي اتش سي بي انت طبعا بتشبك جهازك بالهاي، بس لازم تخليه دايناميك يعني كونفيجريشن، ومباشرة هو بيشبك مع ببعث يعني طلب
DHCP discover ل DHCP server, بعدين بعطيه offer ل offer, بعدين بعمل request. يعني offer لإيش؟ هون كأنه مكتوب بالفرنسي مش بيننا يعني. انسوا هذه الكتابات الموجودة هون. DHCP offer من ال DNS server لل IP address تبعه, بعدين DHCP request بطلب منه IP address, بعدين ببعث له IP address بقدر يتصل بالشبكة. بالنسبة للويب سيرفرز, احنا كلياتنا بنتعامل مع الويب سيرفرز, يعني كل الانترنت غالبا ويب سيرفرز. هم الويب سيرفرز بالعادة ما بيكونوا بسيطين جدا زي يعني الويب سيرفر اللي حورجيك اياه بعد شوي, لانه غالبا بيكون فيه داتا بيس مشبوك مع اكتف دايركتوري, مشبوك مع يعني ممكن كمان ما يكونش اصلا ويب سيرفر موجود على هاي, ممكن يكون موجود على الكلاود يعني, يعني كمشين شغال داخل هاردوير مشين. يعني ممكن يكون ويب سيرفر داتابيس ومثلا سيرفيس سيرفر عليه دي اتش سي بي عليه مثلا دي ان اس على الشغلات. يعني مبدئيا خلينا نعتبر انه في عندك جهاز اسمه السيرفر هون, او اللي هو جهاز كمبيوتر عليه منزل اللي هي الويب سيرفيسز, وانت بتتصل بالانترنت, او مش ضروري يكون كمان على الانترنت. راح اورجيك كمان شوي انه مش ضروري يكون على الانترنت, لانه هو بالاخير اهم شيء يكون لك اتصال مع الويب سيرفر. طبعا كيف طريقة انك انت مثلا تطلب مثلا هون شو حاطين ustudy.in. احنا حكينا انه الدومين كوم وهاي كوم وأورج ونت وإديوكيشن إديو والهاي الشغلات, إنه هاي بترجع للمسميات اللي إحنا عاملين باين للـ IP addresses الموجودة. فأنت أول شيء بيكون عندك الـ واحد بتبعث ريكويست للـ DNS server, DNS server بيحولي لك الاسم لعنوان, العنوان بعدين بتطلبه على الإنترنت. بتشوف هاي شايف اللي هي البروتوكول, بتطلب مثلا HTTP بيكون على البورت 80, بروح للسيرفر, السيرفر بعث لك الأشياء اللي طلبتها, بتروح يعني إلى آخره. طبعا بيكون بينك وبينهم سيشن. حاليا راح ننتقل لشيء ثاني. أنا طبعا يعني كنت حاب أورجيكو يعني إيش اللي عملته, بس للأسف يعني الموضوع معقد كثير, أو معقد يعني مش بسيط جدا, يعني هنقول أصعب شوية مش معقد على الآخر يعني, بس بده تجريب وتحاول مرة ومرتين وثلاث. كل اللي عملته أنا أقول خالد من الشيء إنه لو أجينا مثلا على الكوماند برامبت, يعني أغلبنا لو أجا وحكى مثلا أنا بدي, لو المرة الماضية خلينا نروح نرجع من المرة الماضية, لو حكينا انترفيس انترفيس المرة الماضية بدون كلمة رينج, بعدين حكيت له فاست ايثرنت, مشكلة انه انا يعني بحكي ارد اكتب اما مش كثير بكون يعني مركز بالموضوع هذا. بس اللي بدي احكي انه حكينا المرة الماضية عن الرينج, كلمة واحدة وفرت علينا, كان عندنا الرينج من 1 لـ 24, من 1 لـ 24 وفرت علينا كلمة الرينج 24 أمر. فأنا أخذنا 24 مرة بس كتبنا switchboard mode access, switchboard access VLAN 100 أو 200 أو 300 تبعت الـ HR والسيلز والمانجمنت. يعني اللي بدي أحكي إنه هنا لما تكون أنت على الـ command line, الحدود ما فيش عندك حدود تقريبا. يعني ليش؟ لانك فعليا الكوماند لاين يعني بعطيك حرية مطلقة, انت زي كأنك قاعد بتبرمج بالنظام اللي امامك. يعني مش زي يعني اغلب الناس بيحبوش اللينوكس. ليش؟ لانه مش زي الويندوز تكبس على الايقونة بيفتح هون, مع انه حاليا يعني اغلب اللينوكس بيجي معها يعني قوي لكل اشي, يعني جرافيكال يوزر انترفيس لكل شيء,
بس يعني الناس يعني الويندوز لو انت مثلا جبت مستخدم بعرف شيء بالويندوز نهائيا قعدت معه قدام كمبيوتر اكثر من يوم تحتاجش عشان تحكي له كل اشي عن الويندوز، كيف يفتحه، كيف يشغله، من وين يفوت على البرامج، كيف ينزل برامج. بس اذا كان قوي بالانجليزي تحتاجش معه يوم، بجوز ساعات تكون منهي معه كل اشي، وانه لازم تفوت على الكنترول بانه اذا بدك تعمل اي شيء، تفوت على الانترنت هاي علشان تفوت على الانترنت، انترنت براوزر عشان هاي تفوت هنا، هاي عندك مثلا الدرايفات والاشياء هاي، يعني بسيط جدا. بينما لينوكس يعني معقد شوية يعني، بس لينوكس سكيور ريلايبل موثوق كثير يعني. يعني مرات ويندوز بيعلق بتعرفش ليش، خلص علق انتهى الموضوع، لينوكس ما في انه علق انتهى الموضوع. يعني نادرا ما تسمع واحد بيقول لك يعني سيرفر لوكت اب لوكت داون او مثلا سيرفيس داون، لانه يعني مع انه بيكون مثلا لينوكس، لانه لينوكس يعني نظام العلماء طوروه مش شركة او كذا بس عشان تكسب مصاري. لو اجيت هون مثلا انا طبعا عملت ريكورد للراوتر، فلو حكيت له بينج هسا مثلا الراوتر دوت مثلا عصام لاب، تمام اللي بيورجيك اياه هون انا حطيت one hour dot. انا عملت يعني ريكورد للويب براوزر اللي عندي بالبيت، يعني هاي شجرة صراحة كثير مميزة عجبتني وحطيتها على الموقع. طبعا هذا الويب سيرفر موجود عندي داخل البيت وعليه اشياء يعني بحطها اذا بحتاجها، اساس انه يعني ما اتغلب بنقل البيانات بين الاجهزة وهاي الشغلات. الشجرة هاي عمرها 1500 سنة بتوقع او اكثر من هيك، يعني بيقولوا انه الرومان هم اللي زرعوها لما كانوا يعني بهاي المناطق، وهي موجودة اتوقع بعجلون او ايش مثل هيك على احد الجبال بذيك المناطق. اهلا وسهلا فيك وبون اور نتوركينج، هي بحكوا لك هاي طبعا ويب سيرفر انت بتفوت هنا، يعني حاط بعض الاشياء. اللي عملته اني نزلت ال SDM ونزلت اللي هي مايكروسوفت دوت نت فريم وورك، ويعني اخذت هاي واخذت هاي واخذت هاي، بس فعليا لا يعني انتوا فوتوا و خذوا جافا، جافا ران تايم، اعملوا عليه سيرش، هي مجانا. اذا بدكم تشغلوا الاس دي ام، انا حكيت لكم انه يعني يعني مش الكل بيعرف يشتغل على كوماند لاين انترفيس، يعني لو حكيت له تلنت لراوتر دوت ايسون لاب ليش مخداش تمام فتنا على الراوتر. مش الكل بيعرف يشتغل على الكوماند لاين يعني على الكوماند لاين انترفيس. اللي عملته هون اول شيء خلينا اورجيكو نعمل بينج، خلينا نعمل اكزيت من هون، كونكشن لوست. بدي اعمل بينج لبعض الاشياء. بينج طبعا عملت ريكورد للدي اس ال راوتر دوت عصام لاب، تمام 10.1
100 تمام. بدي على ال ويب انترفيس بدنا نفتح على اللي هو يا اما نكتب راوتر دي اس ال راوتر دوت سام لاب. بعد سام لاب انا عملته دومين طبعا هذا هاي اللي هو الجرافيكال يوزر انترفيس. هذا من مثل الدي اس ال راوترز اللي انتم بتاخذوه من شركات الانترنت اللي يعني بتعاقدوا معاهم في على يعني هون شو الاشي اللي مش منيح بهاي الشغلات انه كل شيء محدد بالنسبه للناس البسيطين جدا اللي ما بيعرف اصلا يعني ابسط الاشياء بالنسبة له هاي الشغلة معقدة حتى. بس بالنسبة للناس الادفانس بشوف انه يعني محصور ما بيقدرش يتعامل مع هاي الشغلة لانه يعني لو اجينا هون مثلا دي اتش سي بي سيتنجز بس اون اوف وتحدد الرينج بس انتهى الموضوع. لو جيت على لان سيتنجز ما في اصلا خيارات للبورتس بس انت بتحدد شو الاي بي ادرس تبع هذا الراوتر وشو الديفولت جيت واي بس انتهى الموضوع. ابلاي سيتنجز يعني اشياء بسيطه جدا 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 جدا. لو حكيت على الوان بتحدد هون شو الاشياء اللي بدك اياها. تعال على الوايرلس مثلا بيسك سيتنجز بتحكي له ديسيبل او انيبل ايش مثلا الاس اس اي دي هاي اللي بتبين عندكم على الواي فاي انه ايش الشبكه اللي انت بدك تشبك عليها. في عندك ادفانس سيتنج كمان هون ايش نوع الحماية تبعتك مثلا في ناس كتير بريشر كي اللي هو الشيرت كي اللي هو يعني كلمة او رقم بيكون انت حاطه اساس انه يعني الناس يدخلوا عليها كنوع من الحماية او تمنعهم وتعمل انيبل او ديسيبل هاي علشان تخفي الشبكة عن الناس. انا كتير بحب اخفي الشبكة عن الناس عشان احكي لهم ان النت معطل لان بمزح انا بس انه بحب اخفيها عشان الناس ما يعني يعني عشان ما تسمح للكل انه يفوت على شبكتك. طبعا انا غالبا اخذها WPA2 اللي هي احسن اشي حاليا. بس تحط بريشيت كي هون تبعك وانتهى الموضوع. هاي يعني ابسط الاشياء. في كمان عندي هذا اللي هو من الشركة انا بتعامل مع شركة اورانج مثلا اورانج دوت سام لاب سوري بينج طبعا بينج ليش اعطاني دوت 1 دوت 1 لانه هذا موجود على شبكه ثانيه هي اللي بتشبكني مع الانترنت. فلو حاليا حكيت له اورانج دوت سام لاب هون طبعا بدك تحكي له ايش هو الاوثنتيكيشن تبعتك هاي اللي هو يعني الراوتر اللي من الشركة هذا من شركة اورانج. لو جينا هون مثلا او ما في مشكلة ناخذ اللان هاي مثلا 1-1 هون طبعا بتشوف انه دي اتش سي بي بتقدر انيبل وديسيبل وهي الشغلات. هون في ادفانس يعني اوبشن بتقدر تعمله اوف واحد من البورت اذا ما بدكش اياه. الاشي اللي احنا بدنا نحكي عنه هون هو الشيء التالي. طبعا في كمان اتوقع فين يعني حطيت لكم اف تي بي كمان عشان تشوفوا اف تي بي هاي اف تي بي دوت سام لاب ات
تمام. يعني هاي اف تي بي كمان كمان موجود على الشبكة، بس حبيت اورجيكم شوية شغلات من الاشياء كلياتهم دوت عصام لاب، يعني زي كأنك تكتب افرض دوت كوم او دوت نت او هاي، خلص انا الدومين تبعي هو عصام لاب. طبعا لا تحاول تبحث عنه على الانترنت عصام لاب، لانه مش موجود على الانترنت، هذا بس موجود هون داخل بيتنا. فاذا انك انت شابك على الشبكة تبعتي فبتقدر تفوت على عصام لاب، بس اذا انت بالبيت ف محاولة جيدة راح تكون منك. هيك يعني اخر شيء اللي بدي احكي عنه، حكيت لكم انه هون طبعا بس انا كل اللي عملته انه هدول موجودين على السيرفر تبعي، فبس انا عملت لهم سيف على الجهاز. المشكلة اللي واجهتني انه اول شيء بدي اعمل داونلود للجافا، حكيت لكم مجانا ما بداش اشي، وبدكو يعني الاس دي ام هو مجانا بس ما بتقدر تنزله من سيسكو، فبتقدر تبحث عنه يعني بالفور شير، تقدر تبحث عنه يعني على الانترنت بشكل عام، تقدر تحصل عليه من احد اصدقائك، وهي الشغلات انتو بتعرفوا كيف الوضع. يعني بدنا جافا سكريبت، بدنا الاس دي ام، بدك دوت نت، مايكروسوفت دوت نت فريم وورك، زي ما انتم شايفين هون انا عملت لها داونلود من هون، بس هي مجانا، بس حكيت لكم يعني بتقدر تنزلها كمان موقع مايكروسوفت. واخر شيء عملت لهم تنصيب كلياتهم على الجهاز، اعطاني طبعا سيسكو اس دي ام. بدي احكي شغله، اذا انه انت مش واثق يعني ايش كيف طريقه انك تعمل يعني تخلي الاس دي ام يشتغل، فلازم انك يعني تعمل ايقاف للفاير وول، تيجي من هون وتوقف الفاير وول على الفاير وول، تعمل له ايقاف زي ما انا شايفين، بتقدر تعمل ايقاف او تعمل اكسبشن وتخلي الاس دي ام، تعمل اد بروجرام وتختار الاس دي ام وتضيفه يعني على ال هاي، فهذا برجع لك. في كمان شغله ثانيه، بدك تفوت على الانترنت اوبشنز وتختار الادفانس، ومن تحت على اخر تختار allow active contents to run files on my computer، وبس بدك تيجي كمان اخر شيء. طبعا بعد ما تنزل جافا في عندك configure جافا، او اصلا بتلاقيها من هنا على configure جافا. على configure جافا هو بالاصل اتوقع الاس دي ام قديم شوي، فالcertification تبعته security certification فيها مشكلة، فانت بتقدر security تخليها على الاخير، و edit site list بتقدر كمان تضيف الاشياء الى اخره، هي المواضيع. بس كلاتهم لازم يكون موجودين، دوت نت، اس دي ام، جافا، وبدك تفعل هاي، يعني في مجموعة اشياء لحتى بالاخير ما تقدر تشغل اس دي ام. الاس دي ام راح تشوفوا انه هو بس عبارة عن يعني برنامج بترجم اوامرك اللي انت بتشتغلها على على عن طريقه، بترجم لك اياها لاوامر وبعثها للراوتر، زي كأنه بعمل كوبي بيست للاوامر، بعمل كوبي بيست للاوامر وببعثها للراوتر عبارة عن ملف تكست. باخذ بعض الوقت طبعا، هذا كله يعني للعلم يعني عبارة عن راوتر موجود داخل الجي ان اس 3، وانا حاليا قاعد بتعامل معه، يعني هذا الراوتر ببعث له بيانات واستقبل منه بيانات، هو موجود داخل الجي ان اس 3 تبعي، مش حقيقي يعني مش موجود على ارض الواقع.
بس مع هيك بتقدر تعمل عليه تيستينج وتشغل عليه الاس تي ام وهاي، بس بدك شغل يومين او شيء مثل هيك. يعني بده كثير يعني معلومات، كثير افكار بدك تركبهم مع بعض و يعني تمشي امورك. واخيرا وصلنا للاس دي ام اللي هو سكيور ديفايس مانجر من شركة سيسكو، عشان تعرف انه يعني كل ما زادت بساطة الشغلة وسهولتها مرات كمان الشركة بتكسب يعني مستخدمين اكثر بتكسب يعني زباين اكثر. هذا السكيورتي ديفايس مانجر يعني مش كثير محبوب بعالم النتورك لانه زي ما حكيت لكم بقيد، بس لو اجيت هون مثلا هاي كونفيجريشن في عندك يعني كثير خيارات او اغلب الخيارات اللي حاطينها ومركزين عليها اللي بتحتاج لكونفيجريشن طويل كثير، خلينا نقول مملة يعني كثير. فهاي بتقدر هون مثلا هاي نو اي بي ادرس مثلا، خلينا نشوف administratively down مش يعني هون طبعا كمان مثلا هون ايش النوع يعني راوتر مشبوك على يعني على شبكة create مثلا new connection، الشغلات يعني اشياء بسيطة هون. بس الاشي الحلو اللي انا بدي اورجيكو اياه اللي هو هون cancel yes. هون لو حكيت له preview commands before delivering to the router وحكيت له اوكي، لو اجينا هون مثلا خلينا نعمل ناتينج، حكيت لكم قبل شوية انه خلي هذا الموضوع ببالك انه انا عندي 192.168.1.1 او .1.0 اللي هي الشبكة وانت عندك والكل عنده نفس الشبكة، طيب شو ايش يعني كيف نقدر نحكي مع بعض؟ فعليا هذا اللي بيصير هو انه عندك هون برايفت نتورك وهي الراوتر من شركة الانترنت، الراوتر من هاي الجهة له انترفيس، الانترفيس بترجمه حكينا انه كل مثلا كل بروتوكول له رقم، مثلا ويب سيرفيسز على بورت 80، دي ان اس 53، الاف تي بي مثلا على 21، تلنت على 23، اس اس اتش على 22، هاي الشغله. فانت بتقدر يعني عن طريق هاي الشغله انه انت في عندك بورتس كثيرة موجودة على جهازك او بورتس كثيرة موجودة لكل ابليكيشن، فالراوتر لما انت تطلب فهو بحكي له انا بطلب الويب سيرفيس على البورت اكثر من 1024، يعني مثلا 22500، بروح بيجي هاد بطلب مثلا الويب سيرفيس، بيجي بيختار له بورت ثاني على نفس الاي بي ادرس الموجود هون اللي اخذه من شركة الانترنت، يعني اخذ مثلا خلينا نقول 120.1.23.4 نفسه هاد كل مرة بيطلب بس على بورت غير، فبصير عندك اللي هي نتورك ادرس ترانسليشن بورت ترانسليشن. فلو عملنا له مثلا لانش انا مش عامل كونفيجريشن لتو انترفيسز، فبهاي الحالة ما راح يشتغل. بس يعني طيب خلينا نعمل راوتينج، خلينا نشوف مثلا enable rep قول له version 2 add
مثلا 10.1.100.0. اوكي بس هذا كل اللي. شو الانترفيس بدك تشغل عليه؟ بدي اشغل على هذا، بقول له اوكي. هاي هون احسن شيء، deliver data commands to router running configuration، router rev version 2 no auto summary network 10.0.0 passive interface 0.0 passive interface. شايفين هاي منيحة كثير، يعني انه احنا كنا راح نشغل الريب بس على passive interface، فبهي الحالة راح نضيفه مرة ثانية 10.1.100.0. اوكي make interface passive، فبهي الحالة احنا كسبنا انه هسه هون ايش passive. قبل ما ننتقل بس passive انه انا بس بستقبل معلومات عن الشبكات اللي الراوترات الثانية المشبوكة عليها، بس انا ما ببعث ايش في عندي. تقدر كمان تعملها save to file وsave running configuration to startup configuration. تقدر كمان تعملها save لمثلا desktop تحكي له مثلا rip router rip save. هون بتقدر تعمل copy running config to startup config deliver، هون ببعثهم للراوتر. بس يعني هاي كل ياتا خلص هيك انت عملت configuration للراوتينج بين يعني هذا الراوتر والراوترات الثانية الموجودة على نفس الشبكة. توقع هون يعني بورجيك اشياء ثانية غير هاي الاشياء، مثل هون لوجينج مثلا. ايش لوج يعني مثل ايش المعلومات او ايش المشاكل او ايش الاكشن اللي عم بصير مع الراوتر ببعثوا على اللوجينج. طبعا هذا الوقت كله اللي بيستغرقه ليش؟ لانه هذا يعني كبرنامج شغال عندي على جهاز الكمبيوتر، فهو كل شيء شغال على جهاز الكمبيوتر بروح على الراوتر، باخذ قراءات، باخذ معلومات، باخذ كل شيء موجود عنده على الراوتر، بعدين بيعبي لي اياه بالجرافيكال يوزر انترفيس هاي، فعشان هيك باخذ وقت زياده. اما هو يعني مش انه بالعاده مش لازم ياخذ وقت مثل هيك، بس يعني هو راح يكون بطيء، بس كمان لو انك نزلته على الراوتر بيكون ابطأ كمان. هو بس كأداة مساعدة كثير منيح، ورجيتكو يعني في خيارات كثير وكذا، بس هو يعني الملجأ الاخير، مش اول خيار عندك. بهيك بتوقع يعني اغلب الاشياء اللي حكيناها يعني عن الويب سيرفيسز، عن الافكار هاي، وكيف انه ممكن كمان تستفيد من السيسكو ديفايس مانجر، واللي حاليا يعني لو اجينا هون في عنا اشي جديد اللي هو سيسكو كونفيجريشن بروفيشنال، اللي هو الاصدار الجديد من الجرافيكال يوزر انترفيس للراوتر تبعت سيسكو. طبعا انا موجود عندي على الويب سيرفر، راح تشوفوا شايفين اباتشي ويب سيرفر اوبنتو سيرفر ات 1 اور نتوركينج دوت ايسام لاب على البورت 80. آه
طبعا حجمه كبير 165 ميجا بايت، كمان هو مجانا، بس انت بدك تروح يعني تبحث لانه ما في عندك انت كونتراكت مع سيسكو. كيف بدك تعمل كونتراكت؟ غالبا بتكون انت مثلا بشركة نتوركينج او كذا، بتاخذوا اجهزة وبكون بينكو بارتنرشيب مع شركة سيسكو، فبتقدر تفوت يعني يعني عن طريق ال يعني الكونتراكت هذا او يعني الحساب اللي عند سيسكو، وبتنزل البرامج هاي يعني مجانا، بس مش لاي واحد بيقدر يفوت وهيك. يعني هي يعني نوع من التحفيز من الشركة اساس انه الناس تشتري يعني من شركة سيسكو نفسها، وبيحصل على بيكون هو اغلى شوي بس بحصل على كل الميزات هاي. يعني طبعا بطل انه يعني انا بس لانه هاي مشين فيرتشوال مشين وكذا، يعني مش راح نورجي كل باقي. ف يعني هذا اللي انا بدي احكي لكم اياه، انه في ادوات بتساعدك في حال ادمنستريشن على الشبكه، في افكار، في مثلا اشياء كثير عشان تتعلمها عشان تتقدم لقدام وتاخذ الاشياء جديده. طبعا انا بحكي كاش انه مثلا الطبق اللي انا اللي انت شفته، بس انا بدي احكي لك انه يعني غير الكونسبت اللي عندك، اطلع من الفكره انه يعني خلص هي هيك الشبكه دوت كوم دوت نت، او مثلا انه الدي ان اس لازم يكون موجود على الانترنت. لا، الدي ان اس مش موجود على الانترنت، شفنا كيف الدي ان اس موجود عندي بالبيت، هو بام ريزولفينج. وانت حاول شوف، فوت على isamlab.com، اكتب مثلا اف تي بي، اكتب اي شيء، ما في حدا راح يجاوب عليك. بهاي بنوصل ان شاء الله لنهايه الفيديو. شاكر لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.